خير ابو علي، تضايق شكلك اشوفك متعامس. والله مسؤوليتك ومتعني، وان شاء الله ما تردني خايب. عسى خير ان شاء الله. الله يسلمك، ما قصرت يعني. لا انا محتاج شويه فلوس، وقالوا لي الجماعه نبي اسمعنا. ابو منصور اتكلم وياك. لا قاعد اطالع الاسنونه. لا ما ادري، انا السؤال والله حلوين. جزاك الله خير، بس اسمعنا. انا والله قالوا لي انا صمخ انه اخذ حاشي. جزاك الله خير. لا بس سمعي انا ثقيل، هل هذه ما اسمع فيها؟ يصوبك صوب ثاني ولا يصنع؟ لا لا ما احتاج. بغيت بس سلف. جزاك الله خير. سلف؟ اي سلف، لان قالوا لي عندك ذاك اليوم وشوي وهذا، انه وانا بقول لك محتاجها اليومين شوي. بعد انا تصدق احس اني مو طبيعي، احس اسطوانه تعبان اليوم. تعبان والله يا منصور. ماني قادر. انا اذا جايك يوم ثاني ولا بخاف علي مال والله. حتى يوم ثاني ما انا بسافر اليوم. وين هي؟ باخذ مره تعبانه. اي اي راح تعورها. الله الله يسلمك. ما قصرت وان شاء الله يجزاك. هم بروح اسوي سمعي، ما اسمع هني. حتى الثانيه ترى ما قمت اسمع الحين اسمعك. جزاك الله خير. ايش تقول؟ ماكو على واحد ديمان، بس ان شاء الله يمكن الله يجزاه. إيه الله يرزقني من ذا الشيء. ما مشكور. ما قصرت يا ابو منصور. دعواتك الله يعافيك. دعواتك الله يعافيك. ما قصرت. دعواتك لنا. الله يسلمك. ما قصرت يا ابو منصور. في امان الله.